خبيره التغذيه العالميه انجي قصابي، اهلا وسهلا بيك ومنوره فعاليات مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته ال 43. كلمينا عن حضورك فعاليات المهرجان وحضورك لمصر. اول شيء للشرف ان اكون معكم بمصر. مصر هي بلد كتير بحبها. انا وجودي كان لاول مره جوا في المهرجان ده، بس انا كنت مع سيلفستر ستالون قبل، اشتغلت معاه في انا النيوتريشنست بتاع سيلفستر ستالون وجيسون ستيتوم، ارنولد شوارزنيجر، جينيفر لوبيز، يعني اشتغلت معهم بكذا فيلم، وانا بعتني بالتغذيه تبعيتهم، بالرياضه، بشكلهم، بالبيوتي، فكل ده بعمله انا وبشتغل معاهم. ام كونتراكتد سينس 2010، يعني عندي خبره طويله في التعامل مع نجوم السينما العالميه. تمام، هل انت بتقعدي معاهم قبل تحضير الفيلم يبقى عايز يخس شويه طبيعه الدور، طبيعه الشخصيه مثلا؟ كلمينا عن الفكره. اكيد، يعني بنبلش نشتغل على الفنان حسب النتيجه اللي بده يوصل لها من قبل اتليست 3 اشهر، كثير منهم بنبلش من 6 اشهر. مثلا اشتغلنا بفيلم 300 اول بارت و300 تاني بارت مع جيرالد باتر، مع سيلفن تامبلتون، ومع كثير من الفنانين اللي كانوا بالفيلم. هنيك بتعرف انه بدهم عينيه كثير ليطلع جسمهم متناسق كثير، وعندهم كل الديتيلز الموجوده بالفيلم. ازاي الخبره هي علم التغذيه ده علم كبير جدا جدا، اعتقد في العالم العربي النجوم في مصر بداوا يهتموا بيه مؤخرا، لكن النجوم الكبار او نجوم الشاشه، شايفه ازاي الفكره بتاعت علم التغذيه في المرتبط بالسينما اكتر؟ يعني أنا بقول إنه هذا شيء إجباري يكون موجود بالسينما، لأنه بالسينما وبأوقات التصوير بيكون في صعوبة كتير إنه الواحد يقدر يوصل للنتيجة اللي بده إياها قدام الشاشة، بالأخص الفنان أو الفنانة، مش بس اللي عاوزين يكونوا بوزن معين، الأشخاص اللي لازم يكونوا شكلهم حلو على الكاميرا، لأنه الكاميرا أنت عارف إنه بتزيد من وزن الفنان، فبتشيل من ثقته في نفسه. ففور ذا بيتر برفورمانس نحن دائما بنكون موجودين اون سيت عشان نساعد الفنان يوصل للوزن اللي هو بحاجه له. ايه الصعوبات اللي بتواجهها في مهنتك او ابرز التحديات اللي بتواجهها في مهنتك؟ كل تحدي عندي هو تشالنج، علشان الفنانين هم بحد ذاتهم كل واحد منهم عنده مشكله غير الثاني. بس during الشوتس او اوقات التصوير بالفيلم بيكون في عندنا صعوبات، لانه اوقات التصوير كثير والاكل الموجود اون سيت قليل، فما فيش حد يهتم بتفاصيل اكلهم ووقت اكلهم وقد ايه بدهم ياكلوا يقدروا يحافظوا على وزنهم. فهيدا وقت انا بفوت على التصوير وبكون مع الفنان اون ديلي بيسس عشان اساعده يكون بالنظام الصح. اشتغلت مع نجوم سينما عالميين، ما اشتغلتيش مع نجوم سينما مصريين او عرب او كده، ولا انت يعني بتخاطب العالميه في البدايه؟ انا ابتديت من العالميين من هوليوود، عشان انا كونتراكتد مع ورنر براذرز وبشتغل، ورنر براذرز هو البرودكشن بهوليوود، واشتغلت مع فنانين كتار مثل سيلفستر ستالون، جيسون ستيتم، ارنولد شوارزنيجر، جينيفر لوبيز، ايفا لانجوريا، ايفا جرين، وكثير غيرهم، بروس ويلس. وكمان إلي الشرف انه اشتغل مع مصريين كثير. انا اشتغلت مع لبنانيه، مع هيفاء وهبي، مع نادين نسيب نجيم، مع سيرين عبد النور، يعني كلهم زبونات عندي، وإلي الشرف انه كنت عم بشتغل معهم. والله انت فخر لينا فعلا. يعني طيب كلمينا، لو واحده عايزه تسلك او حد عايز يسلك طريق ان هو يبقى خبير تغذيه، يعمل ايه وازاي يبقى ياخد يسلك هذا الطريق، خاصه انه بقي فعلا مهم جدا الفتره الحاليه؟ انا بقول انه كل فنان لازم يكون عنده هيز بيرسونال نيوتريشنست يلي يقدر يهتم. كل فنان لازم يكون عنده اختصاص تغذية خاص فيه، بيعرف كل تاريخ ومشاكل وزنه، وما بس الوزن، انت بتعرف انه البشرة، النضارة، وكل حتى قوة الجسم كلها بتأثر عليه الصحة وقديه هو عم يتغذى بأكله. كلمينا النهارده عن فعاليات المهرجان، هل حضرتي افلام؟ عجبتك افلام ولا لسه في مرحله التجول ومرحله مشاهده الجدول وهتشوفي تختاري؟ انا هشوف واختار، بس انا كل حاجه مصريه بموت فيها، يعني انا لو عملت دي ان اي تيست انا اكيد فيها حاجه مصريه، ما ينفعش. انا بموت بمصر، ومصر بقلبي، هي بدمي عن جد. انا يمكن لبنانيه بس انا دمي مصري. احكي لنا عن موقف طريف مع نجم عالمي او حاجه تعرضت لها، احكي لنا عن كواليس. اول شيء بتعاملي مع جون ترافولتا بفيلم كان بيصوره مع روبرت دينيرو، وقتها هو بحب الاكل كثير، وانا كنت
جون ترافولتا، بس انا حاطه له منيو معين، فانا اي سنيكت ان فت للكواليس وبشوفه بياكل شوكليت، ولما جيت خباه قلت له انت بتعمل ايه؟ بس كان باكل. طب ما قول لي انت عاوز تاكل، انا هدي لك. اه بس انت هتدي لي شويه، انا مش عاوز. I want to eat، انا عاوز اكل واشبع. قلت له اوكي خلاص. فده مع جون ترافولتا. سيلفستر ستالون كان طالب مني بقلاوه لبنانيه لانه داقه عندي، فقلت له هجيب لك. فقام حطه، هو حطها في البراد، فلما جايه اكلها كداشه كانت كتير قاسيه فكسرت سنه، فكنت بموقف كتير بشع، بس الحمد لله مر على خير والفيلم خلص. وهيز ان بيرفكت. هلا لسه دلوقتي بنصور مع سيلفستر ستالون وجيسون سيتم. حاليا بنصور في بلغاريا واليونان. فيلم اكسباندبلز 4. هو الجزء الرابع من اكسباندبلز. تمام. كلمينا على كواليس التحضيرات ولا ايه، ولا خبير التغذيه مش كواليس حاجه ثانيه. لا، جيسون ستيتم دلوقتي هو في بيرفكت فورم، كان عاوز يخس تقريبا 5 كيلو قبل التصوير، قدرنا نوصل لها. هو بحب كتير دجاج وبحب كل شيء حلو، فقدرنا نعمل له بديل عن الحلو يقدر ما يخليه نصحه، وبنفس الوقت اعطيناه سبلمنتس يقدروا يساعدوه ليضعف بوقت كتير قصير، والحمد لله دلوقتي هو ان هيز بيرفكت فورم، والموفي هيطلع كتير كتير حلو. إيه انطباعاتك عن نجوم السينما العالميه؟ كان احنا كمصريين او عرب، هل فعلا بيفرضوا على نفسهم حاله من الوهج والنجوميه وبيبعدوا عن الجمهور، ولا متواضعين، ولا طيبين، ولا طبيعه شخصياتهم ايه الغالبيه اللي اتعاملتي معاهم يعني؟ الاجانب هم طيبين جدا، اكيد كل واحد يفرق عن الثاني، بس ممكن اقول لك انه مثلا سيلفستر ستالون هو ما فيش اطيب منه. بحب الناس، هيز فيري بوزيتيف، بحب شغله جدا، ولغايه دلوقتي بيعمل ريهرسل نون ستوب على كل حاجه بيعملها. يعني كل مشهد هو بحضر له من قبل بليله، وبيروح على التصوير زي الولاد، يعني زي لحد لسه هلا مبلش. تحياتي ليكم منورانا. وانا كمان كان الا الشرف ان اكون معاكم. تحياتي.